أمسية طيبة للجميع مشاهدينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا اللقاء تنبيه من درجة ثانية ساري المفعول بداية من ظاهرة اليوم وإلى غاية أمسية اليوم إن شاء الله عن تواصل لتهط الأمطار بكمية تطرح ما بين 20 إلى غاية 40 ملم أحيانا تصل غاية 50 ملم محليا على كل من ميلا قسنطينة جنوب ولاية سكيكدا كذلك ولاية قلمة سوق هراس حتى على ولاية أم البواقي وحتى على باتنا خنشلة وولاية أتبسة. الأمطار ستتواصل في التهاطل خلال يوم الغد على الواجهة الشرقية على السواحل وكذلك المرتفعات وتكون غزيرة تحت وقع رعود بعض الأمطار المتفرقة ستخص الواجهة الوسطى لكن ضباب مع نسبة رطوبة عالية على المناطق الشمالية الغربية على السواحل وكذلك المرتفعات سحب النوع العالي ستنتشر على الجنوب الغربي إلى غاية أقصى الجنوب مرورا بمرتفعات الأوقار والتاسيلي حتى على الصحراء الوسطى. خلال هذه الليلة وخاصة صباحة الغد ننتظر سبع درجات فقط على البيض مقاييس ما بين 13 لغد 16 درجة على الوجهة الساحلية 18 درجة على كل من غردية وبشار آه عفوا بسكرة 16 درجة على بشار 13 درجة على تيندوف 22 درجة على الصحراء الوسطى 31 درجة على أقصى الجنوب أما خلال الظهيرة إن شاء الله درجات الحلق سوى تصل بعد الزوال إلى غاية 21 درجة العاصمة تيزي وزو البويرة حتى على باتنا وأيضا البيض 27 درجة على تلمسان 31 درجة على كل من بسكرة المغير توغورد حتى على ثلاثة 43 درجة على أقصى الجنوب أما البحر خلال يوم الغد سيبقى هادئ على السواحل الغربية قليل الاضطراب على كل من السواحل الوسطى والسواحل الشرقية رياح ضعيفة تقريبا على طول الشريط الساحلي خلال يوم الجمعة تواصل تهطل الأمطار تقريبا على كافة المناطق الداخلية والهضاب وتكون تحت وقع عود مع هبوب رياح قوية على الوجهة الغربية مع بعض الأمطار المتفرقة على السواحل وأجواء مغشاة على المناطق الوسطى وكذلك السواحل الشرقية لتلتحق الأمطار خلال الليل بينما أجواء مستقرة على الجنوب مع هبوب رياح قوية على مرتفعات الهجار والتاسيلي خلال يوم السبت نهاية الأسبوع ننتظر بحول الله بعض الأمطار المتفرقة على الهضاب العليا الغربية والوسطى تكون تحت توقع رعود على شكل زخات على المرتفعات الداخلية الشرقية أجواء مغشاة على المناطق الشمالية مع هبوب رياح قوية السحب ستزداد كثافة خلال الأمسية مع بعض الأمطار خلال الليل على الواجهة الساحلية الوسطى أما خلال يوم الأحد بحول الله الأمطار ستخص تقريبا جولا المناطق الشمالية تكون تحت وقع رعود على شكل زخات على السواحل وكذلك المرتفعات مع هبوب رياح قوية على المناطق الوسطى والغربية جو مستقرة على الجنوب عدا سحب رعدية ستخص منطقة الوحات درجات الحرارة تتراوح ما بين 20 إلى غاية 31 درجة على الشمال وما بين 30 إلى غاية 42 درجة على الجنوب غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام السابعة خمسة وخمسين دقيقة. أمسية طيبة للجميع في أمان